نروح لخبر تاني. لو مركزين شوية في الفيسبوك في خلال الفترة اللي فاتوا هتلاقوا ان في لعبة اسمها GTA Grand Theft Auto. اللعبة دي موجودة من زمان جدا جدا وبينزل منها فيرجنز كتيرة جدا يعني على الجيمز او على الكمبيوترز. يعني الناس اللي تفتكر كده كان في GTA 1 و 2 كانت الكاميرا من فوق وفي واحد صغير انت بتتحرك بيه، دلوقتي بقت اللعبه فيها جرافيكس عظيمه جدا. GTA تحولت لواحده من اكبر المصادر للكوميكس في مصر، غدر الصحاب والرجوله والناس اللي بوشين وكلها كوميكس كانت مصدرها لعبه GTA. خلينا نشوف مع بعض شويه من الكوميكس اللي جمعناها لكم عن لعبه GTA وعاوزه ايه. مفيش سلم هنا يا رجاله، فقال له عايز انزل لمستواكم. نشوف بقى بقية الصور، أسيبكم معاها وأرجع لكم مرة تانية.